مداخلاتنا النهارده زي ما انتم شايفين بنبتدي بالاحتفالات، ولا اذا كان عندنا حفله في البيت ممكن نعملها ازاي، واذا كان عندنا حاجات نقدر نحافظ على الاكل سخن ممكن نعملها بالطريقه ديت، او حتى لو عندنا الاواني اللي بنستعملها تتغطى ببلاستيك ممكن نحطها ساعتها في الفرن على نار هاديه. هنتكلم ازاي نعمل عزومه في البيت والموضوع يكون سهل جدا. ليه؟ لان احنا اتكلمنا على ان ازاي احنا في الايام ديت في ناس بتعمل حفلات وازاي تعملها في البيت. وطالما احنا في نهايه السنه بنتكلم على الاطباق، احنا عملنا اطباق كتيره خلال السنه، فطلبنا وكان معانا الاخت ام عمر حتى من السعوديه كانت بتتكلم على حاجه تانية خالص، وسالناها طب ايه الاكله اللي كانت عاجباكي؟ قالت لي انا عندي في الفرن دلوقتي فطيره انتوا كنتوا عملتوها، وكانت الاخت ام حاتم سالت عليها قبل كده، وكانت فطيره اللوز، حاجه معموله من مش هنقول من عشرات السنين بس من زمن بعيد، عملناها بقى من زمان. فنتمنى ان انتوا تفكرونا بايه الحاجات اللي عجبتكم خلال السنه، وكانت امبارح حاجه البسبوسه اللي احنا عملناها، فديت كانت الفطيره اللي هي فطيره اللوز، وكانت حاجه مميزه بالنسبه لي وبالنسبه لهم. اما بالنسبه لحلقتنا اللي احنا ابتديناها مع بعض وقلنا ان احنا هنبتدي نعمل مع بعض نوت الحفلات، هنعمل اكل محسوب ل 10-12 شخص حسب بياكلوا قد ايه. بنحط في الاعتبار الاسعار، فهيبقى التفاح من الحلو اللي هنعمله، اسماك يعني بقى راعي ان حد عنده حساسيه ممكن يبقى السمك، ممكن في اللي هو القشريات عنده حساسيه اعمل سمك عادي، في نباتيين هنعمل لهم خضار وهنعمل كمان رز يبقى في نشويات كطبق جانبي، وفي حاجات للنباتيين. اذا كان في لحوم واللحمه اللي هستعملها القطعيه غاليه يبقى استعملها ازاي وازود قيمتها، وفي نفس الوقت يبقى في طيور، يبقى عندي اختيارات كتيره في القائمه بتاعتنا وتكون حاجه مناسبه ومتناسبه للجميع. وفي نفس الوقت احنا بنتكلم دلوقتي على الرد على الاسئله اللي بتجيلنا خلال البرنامج وخلال الاتصالات. الجمبري حاجه من الحاجات اللي هي ممكن اعملها جمبري، ممكن اعملها سمك، ازاي اعمله مسكر وحلو. بجيب هنا بياض بيض، بحط عليه شويه صغيرين هنا من الميه، وبتبل بياض البيض ده بشويه ملح صغيرين وشويه فلفل، حبه صغيره من الملح والفلفل، وبجيب الجمبري احطه في قلبيه واقليه، لان هعمل معاها صلصه، والصلصه هتبقى مسكره وهتبقى او مزه وحاميه او حاره. حط هنا قطع الجمبري، اتاكد انها اتغطت، مش بتتعمل بقى بانيه، لا بحط بعد ما بطلعه من هنا احط دوت في قلب نشا، نجيب شويه نشا، ممكن اتبل النشا او بس بحطها كده فيها وبياض بيض بس، وبيكون البياض الاول وبعدين النشا، ممكن استعمل الدجاج بنفس الفكره وبنفس الطريقه، بس ما نكترش البياض هنا اهو، ونحط دوت نشا اللي هي دقيق الذره، نحطهم كلهم هنا وبعدين نقلبهم، ودول اللي هحطهم يتقلوا في القلاية، وهيكون طبق من الأطباق اللي هنعملها زي ما قلت النهاردة. ممكن تعملوا كل اللي احنا هنعمله ده وتجربوه قبل ما تجربوه في حد، وهتبقى الحاجة بسيطة جدا وسهلة في تصنيعها. ففي القلاية نحط قطع الجمبري هنا، وأثناء ما بتستوي هنعمل لها صلصة، نحط هنا القطعة دي كده اهو، والصلصة نحطها هنا. الصلصة اللي هعملها تكون صلصة فيها فاكهة، فيها عصير فاكهة وكمان فيها خضار، بس اي حاجة بحطها في القلاية اتأكد على الاقل مرة واحدة احركها، والجمبري بياخد قشرة، يعني القشرة اللي بره ديت هي اللي هتخليه يبقى مقرمش، فهسيبه هنا على اساس يستوي شوية، واثناء ما هو بيستوي هنبتدي نعمل الخلطة بتاعته، وكمان ناخد اتصال. ناخد الخلطة هنا هو بس نبتديها واحدة واحدة، بحط شوية هنا من الزيت، وأثناء ما أنا بطبخهم هحط هنا فلفل، شوية فلفل ألوان، بطلع بقى لما يدبل شوية ناخد تليفون. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا أخت أم راس، إزاي حضرتك؟ والله ما شاء الله كفيت ووفيت، يعني ما شاء الله ما مقصر انت. الحمد لله. حبيت عندي مداخله صغيره بس. تفضلي تحت امر حضرتك. الاخت هي مداخله عن الاخت اللي طلبت من السودان، الاخت فاطمه. نعم. عن طريقه عمل
خردل. نعم. مثل الزبدة. نعم. هذه الطريقة إذا تريدها. تحت أمرك تفضل. عندي صب وعندي سمعتني ولا لا؟ أه سامع حضرتك تفضلي. إيه وعندي طلب أو اقتراح للسنة الجديدة أو إن شاء الله. تعتبر أمنية إن شاء الله. إن شاء الله. فيا تريد أبدي. تفضلي. أول مرة راح أبدي بالأخت اللي طلبت الخردل. نعم. تاخذ 35 غرام حبوب خردل أصفر. تاخذ 35 جرام حبوب خردل أصفر اللي هو دوت حبوب الخردل ديت. بالضبط حبوب الخردل. وبعدين؟ والله ما داس. أي المهم لا هذه سودة. دي السودة. طيب تجيب الخردل المطحون اللي هو البودرة. الخردل الأصفر يا بودرة. والله ما مستعملته بس. اللي هو البودرة. أي بالضبط ممكن المهم ينطحن بعدين يصير بودرة صحيح. تفضل تفضل. بس المهم 35 غرام وبعدين أربع ملاعق أكل مي. طيب 35 جرام وأربع معالق مية تفضلي. وبعدين نص ملعقة أكل خل أبيض. خل أبيض ليش ندور هنا خل أبيض عندي. نعم. وبعدين عندك تخلط هاي المواد وتحط وياها ملعقتين عسل. أوكي. ما ملعقتين ملعقتين شاي عسل. أوكي. شاي ولا عسل؟ ونص لا ملعقة. تفضل. يعني ملعقتين صغيرة عسل. تفضل. لا تلزم علي. ونص ملعقة صغيرة ملح. ملح. طيب أنا عندي الملح هنا هو. هذه المواد تنخلط سوية. نعم. بحيث تكون تسوي مزيج. وبعدين تحطها ببرطمان. نعم. وتضيف عليها زيت. أوكي. وبعدين زيت ملعقتين زيت. وتترك تتخمر حوالي أسبوع. وبعدين بتستعمل. طيب. طبعا هذه المواد من تخلطها. نعم. تحطها بالبرطمان بعدين تحط عليها زيت. مو مشكلة ممكن يجي. طيب. وتخليها مثل اللي نقول تتخمر لمدة أسبوع. بعد الأسبوع تفتحها. طيب. بس ممكن تزيد العسل ممكن تزيد السكر المي. بتعرف انت قد الكمية. يعني. نعم. بس انا ما ادري انت حطيت 35 لو لا. الممكن مية ممكن تزيد او تنقص. وان شاء الله يا رب تنجح فيها. امين. انا طريقة ثانية. نعم. اكو طريقة ثانية انه تاخذ مقدار من مثلا نقول فنجان عسل. نعم. فنجان خردل مطحون. نعم. وفنجان كريمة لباني. نعم. تطحنها كلها سوية. نعم. تترك فنجانك مدة عدة ايام وبعدين تنأكل. طيب. ان شاء الله يا رب تنجح. امين امين. انا ان شاء الله الاختيار الثالث ان كنت ممكن تشتروا الخردل الجاهزه او زي ما قالت الاخت ام قراص هي ما قالت الحاجه اللي بتقولها انا عندي حاجات متحضره لاطباق ثانيه لكن كنت حاطط الخردل عشان اجاوب على فاطمه واعملها لها لكن الاخت ام قراص سبقتني وقالت عليها فان شاء الله لما نيجي نوصل لها ممكن نقول لكم على الطرق الثانيه برضو اللي ممكن استعملها معاها. حطيت هنا فلفل في شويه زيت وحمرتهم وقلت ان دوت هيكون اكل مسكر فبحط عليه الاناناس اللي هو طعمه مسكر وبيكون حار فبحط عليه شطه حسب انا عايزه حار قد ايه وبحط كل دول وبخلطهم مع شويه صلصه. الصلصه ممكن بستعمل صلصه صويا او ترياكي بس بحتاج لهم المزازه من شويه خل وممكن عصير اللي هو كان عندي هنا هو من الاناناس نفسه بحطه نقلب كل دول مع بعض بقى عندي الصلصه اللي انا هعمل منها الطبق اللي هو ابتديناه مع بعض وكان فيه الجمبري. الجمبري خدته حمرته بعد ما حطيت عليه شويه صغيره هنا من البياض البيض ومع بياض البيض شويه نشا فكده بتقلي كده استوى وبنحطهم هنا ونخلطهم يبقى عندي دلوقتي طبق اللي هو سويت اند ساور ده هحاول اغرفه وكمان كانت تسالنا من امبارح كان برضو موضوع النودل ازاي اعمل انا مكرونه ولما اعملها ما تبقاش ناشفه او ما تمتصش كل السائل ده وتعجن فانا قلت اعمل
صلصه بزياده، على اساس هو دوت السؤال اللي كان جانا من شيرين امبارح، واخلي شويه من الصلصه واحط عليهم النودل. انا امبارح قلت لها جيبي خضار بصرف النظر عن نوع الخضار ايه، او اذا كنت عايز تعملي قطعه من اللحمه او قطعه من الدجاج. لما توصلي للمرحله دي كل اللي مطلوب منك انك تتاكدي عندك سائل كفايه. لو كان السائل ده كتير وشايفه انه عايز يتماسك، السائل دوت عايز يتماسك، يبقى في الحاله دي بحط شويه صغيرين هنا من النشا عليه. وبيصححوا لي المعلومه كانت الاخت ام عمر اللي هي كانت قال لنا على الطرط او على الفطيره بتاعت اللوز اللي احنا عاملينها. فاذا كنت عايز اعملها وعايز اخليها تجمد شويه بحط لها شويه هنا من النشا، يبقى هنا بقت الصلصه ناشفه. او في الاخر خالص باجي واروح حاطط المكرونه اللي هي ما بتاخدش اي ثواني او اي وقت بعد ما بحطها، بطفي عليها واقلبها عشان ما تتهريش مع الحراره ومع السائل اللي انا حاطه. ده بيكون كافي ان انا اخدها هنا واقدمها. يبقى ديت حاجه مختلفه تماما عن اللي احنا عملناه. يبقى عندنا طبق الستير فراي اللي هو معمول من المكرونه، ممكن يكون الخضار متقطع قطع طوليه او متقطع حتت صغيره، وعملنا كمان الجمبري. لكن حلقتنا النهارده كانت عن ان احنا نعمل ازاي حفلات في البيت، والحفله اللي انا هعملها هيكون كله اكل سخن. فابتدينا باول طبق هنا من الجمبري، هنرجع لما نرجع معاكم نعمل فراخ وهنعمل لحمه، واكيد هيكون فيها خضار. نشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. الاكل السخن هو بتاعنا بتاع النهارده، وعملت اول حاجه الجمبري وسبت الصلصه معاه. وقلت كان امبارح جالنا سؤال من ام عمر بتقول لما بتعمل الصلصه هنا اهوت بتحط معاها النودل، النودل بتعجن او بتفصل مع بعضها. فهنحط هنا شويه للتزيين، شويه بصل ممكن يتحطوا على الاثنين حسب الوقت اللي هقدم فيه الاكل. ده طبق بيتقدم لوحده، لكن دوت هيكون جزء من البوفيه اللي احنا هنعمله سوا. والحاجه الثانيه اللي هنعملها مع بعض هيكون طبق من اللحمه. اللحمه هنحشيها لحمه فيليه، هنحشيها بسبانخ. ونفس الوقت بقول هي الكميه اللي بستعملها حسب عدد الاشخاص اللي بدعوهم، وحسب عدد انواع الاطباق اللي بعملها في الطاوله عندي. فانا لو جبت قطعه من الفيليه ممكن تكون غاليه شويه، فممكن ديت اكبرها شويه باني احط فيها، يعني اجيب هنا القطعه دي بالطريقه ديت وافتحها على اساس افردها تبقى زي الستيك. وممكن اطلب من اللحام ان هو يعملها لي زي الستيك، بس ده لو جبت عرق ممكن افتحه بالطريقه ديت يبقى عندي قطعه كبيره. وبعدين بضغط عليها هنا، دي ممكن احشيها تبلها بشويه صغيرين هنا من الملح والفلفل. احط شويه ملح وشويه فلفل صغيرين ونشوف ايه اللي ممكن احشيه بيها. ممكن احشيها بسبانخ، احط ورق سبانخ هنا جواها. وممكن استعمل جبنه، انواع الجبن كتيره. في جبنه مدخنه اللي هي بتبقى من بره لونها بني من التدخين نفسه، ومن جوه بتبقى زي في الجبنه الجوده، وفي انواع كتيره. فديت ممكن اخدها بحطها هنا جوه اللحمه والفها عليها، وبعدين ابتدي اربط قطعه اللحمه دي على اساس ان ديت هتبقى الفكره اللي انا هعملها. نولع هنا النار بحيث ان دي تبقى سخنة علشان اسويها في نفس الوعاء اسوي معها خضار. ومحتاج ان انا اربطها، يعني اخد اللحمة دي واربطها عشان احافظ على كل الصلصة اللي فيها. في نفس الوقت هناخد اتصال. الو الو، ايوه السلام عليكم. سلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ اسامة؟ ازي حضرتك يا اخت انجي؟ انا بتصل بحضرتك عشان اتشكر لك على حلقه الجستيك اللي عملتولك. طب الحمد لله، ان شاء الله يكون على ذوقك باذن الله. الحمد لله، يعني انا جربت والحمد لله نجحت معايا. طب الحمد لله كويس جدا. دي يعني ده اهم حاجه ان احنا نطمن ان اللي احنا بنعمله تجربوه وينفع. اول فكره برضو كانت كويسه، فكره تقديم الجستيك البارد في قوالب الشوكولاته كانت فكره كويسه جدا. طب كويس، طب كويس. طب بالنسبة للشيف، في حلقة من الحلقات حضرتك كنت عامل جمبري. نعم. كنت عامل الخليط ده كان عبارة عن عدس أصفر مسلوق وكان عليه طحينة بيض. عدس أصفر مسلوق؟ وعليه طحينة. وبعد كده جبت الجمبري حطيت فيه، بعد كده عملته في بقسماط وبعدين اتقلى. جمبري عملته في دقيق وبيض وبقسماط؟ اه. وبعدين قليته؟ اه.
لا الخليط ده كله محطوط في العدس القطر المسلوق. كان من قد ايه تقريبا يا انجي الوقت قد ايه؟ يعني كان من حوالي سنة كده. حوالي سنة. انتوا بتحاولوا تختبروا ذاكرتي، لكن ان شاء الله نحاول ندور ونشوف الجمبري اللي انت قلتيه دوت، لو كنت اديتيني الوصف كله صح ان شاء الله هنلاقيه ونبقى نقول لحضرتك. لا فهل كده بالظبط؟ هل الطبق دوت يعني طبق هو ده اللي عجبك ولا انت عايزة اقول لك طريقته؟ لا هو عجبني، انا عملته وكان كويس جدا، فكنت عايزة اسال حضرتك يعني ينفع الوصفة دي اجربها مع صدور فراخ، يعني اللي اعملها مع صدور الفراخ؟ هو لغاية دلوقتي ممكن يعني من اللي انا سامعه، لكن خليني اتاكد برضو من انهي وصفة ان انت بتقصديها بالظبط، وبعدين ارجع لك في الموضوع دوت عشان ما اقولكيش على حاجة ممكن تطلع خطأ. فان شاء الله نحاول نعرف منكم برضو ايه الوصفات اللي انت عجبتكم، او اذا كان في توافق وتبديل زي ما بنقول ممكن تستعملوها في ايه. اللي انا عملته دلوقتي واللحمه ممكن تستعمل مع صدر رومي، صدر دوك رومي ممكن يتفتح بنفس الطريقه وتحط فيه نفس الحشو. لكن انا هعمل ايه دلوقتي؟ بحمر اللحمه، بجيب اللحمه بحطها هنا وبحمرها في القلايه، والطاسه بتكون سخنه، يعني عملنا قطعه من الستيك امبارح وكانت سخنه جدا. في نفس الطاسه هعمل لها صلصه فيها شويه من البصل، شوية ثوم، وبصل تاني، ممكن أنواع بصل مختلفة، ممكن يكون كرات، ناخد الكرات هنا نفتحه نبعده عن بعضه، وقطع اللحمة أو قطعة اللحمة دي بعد ما ابتدي ألونها نجيب لها طبق هنا وبحطها في الفرن، يعني باخدها هنا علشان تكمل سواها، يعني دي محتاج إن أنا أكمل سواها في الفرن. تبلتها من جوه بملح وفلفل، مش محتاج أحط لها ملح وفلفل تاني، ونسيبها هنا هو في فرن حرارته بتكون 180، ممكن احطها ل 200 مش مشكله، المهم ان هو يكمل تسويته. الصلصه اللي هتبقى معاه هتبقى هنا هو في قلب نفس الطاسه اللي احنا حطيناها، بحط الاول البصل. وطالما بقول ان انا بعمل اكل كتير وعازم ناس، ما عنديش وقت كتير لان اقف اشوف كل حاجه واقف جنبها، فهنا نفس الصلصه بيكون كميه من المشروم مختلفه، نوعين من المشروم هنا، وكميه كبيره بقطعها قطع صغيره، ومع البصل اللي انا حاطه تحت هسيب كل دوت يتكمر، بس نحط لهم شويه صغيرين من المرقه، شويه مرقه صغيره هنا، وبعدين هنبقى نتبل دوت بملح وفلفل على اساس ده هيكون حاجه تتحط تحت اللحمه. واثناء ما احنا بنعمل اول فقره كانت الاخت ام راس اول واحده متصله وقالت لنا ان في واحده اتصلت اللي هو فاطمه امبارح من السودان بتسال على الماسترد والخردل يتعمل ازاي. هي الطريقه اللي قالتها لي بتجيب 35 جرام من او 335 جرام من الماسترد. المهم هي العمليه انك انتوا تدوقوا الطعم ايه، فبتحط الماسترد تحط معاها ميه وتدوبها في ميه، دي اللي هي الماسترد الصيني او الماسترد في المطاعم الصيني، بيجيبوا الماسترد يحطوا عليها ميه ويقدموها مع الايج رولز والحاجات دي. في صلصه اسمها سويت اللي هي اسمها هاني ماسترد، هاني ماسترد يعني عسل ومعاه ماسترد، فاحنا حطينا هنا العسل والماسترد، وممكن احط معاها شويه صغيرين هنا من الحليب او اللبن الرايب. دول انا بعملهم لصلصه عشان استعملها هنا للدجاج، يعني موضوع مختلف عن الاخت ام راس قالته. واثناء ما انا بعمل لكم قطع الدجاج دي هناخد اتصال ونجهز الدجاج، نفتح الصدر وناخد اتصال. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله، ازاي حضرتك يا اخت ام راس؟ الله يخليك، كيفك انت؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله بخير، ازي حضرتك؟ الحمد لله. والله يعني الله يعطيك العافيه على كل شيء. يعافي حضرتك. وبتمنى انا ما زلت بنتظر الحلقه اللي وعدتني فيها عن الكلى، اذا الكلى كان بالضبط. نعم، اذا كان في يعني امكان ان يحضر فيها دكتور او اخصائي تغذيه، يعني عندي شويه اسئله والله بخصوص الاغذيه اللي ممنوعين عنها. نعم، مرضى الكلى وهذا. نعم نعم. وفي عندي ملاحظه. تحت امرك، تفضل. اكتشفت انه برنامجك بيهدي الاعصاب. ده من زوج حضرتك ليه؟ علشان انا بجد والله، ده في ناس بتقول انا بعمل بسرعه الاشياء الموت اللي بتوتر الاعصاب. طب الحمد لله، يعني ده سبب. طب والله ده كويس يعني. الله يخليك. طب تنصحيني اتفرج على برنامج يهدي اعصابي؟ والله هذا البرنامج الوحيد اللي لاحظت انه كثير بيهدي الاعصاب. خلاص ابقى اسجلها واروح اتفرج. في في او دي عندنا، على اللي ما بيلحقش الحلقه ممكن يتفرج عليها على الكمبيوتر او على الانترنت، ممكن تشوف الحلقات. لكن هقول لحضرتك يا اخت ام سامي، انا باذن الله انا فعلا وعدت حضرتك، وساعتها حتى اتكلمنا عن السكر في نفس الاسبوع. نعم، او الاسبوع نعم اللي بعدها. كان ناجح جدا برنامج السكر، فبتمنى انه يتكرر عن الكلى يعني بنفس الطريقه. هيتكرر ان شاء الله باذن الله، لان احنا عايزين نجيب الاخصائيين اللي يتكلموا، ويكون الموضوع
برضو ليه علاقة بالأكل وإيه اللي سبب أصلاً المرض علشان نتفاداه بإذن الله في المستقبل. أكيد هذا هو اللي أنا بتمنى أني طب. أشوفه إن شاء الله. في إيه الحلقات اللي أخت مسامي عجبتك؟ أكتر حلقات عجبتك من حلقات البرنامج؟ بحلقاتها؟ نعم. يعني بصراحة ما بقدر ميز حلقة عن حلقة لأن كلها مستواها جدا جدا عالي. ما فيش وصفة معينة فاكراها أو حاجة خلال السنة ديت يعني؟ وصفات لا أنا فاكرة كل الوصفات يعني، بس كلها حلوة. طب كلها يعني رائعة يعني بصراحة، كتير كتير بتعجبني. طب الحمد لله الحمد لله. تسلمي لي أختي. إن شاء الله وعيدك السنة الجاية هنعمل حلقة خاصة عن الكلى بإذن الله، إن شاء الله تنرضاكي بإذن الله. إن شاء الله كل عام وأنت بخير. أنت بصحة وسلامة. أنت بصحة وسلامة. أثناء الاتصال بأخت أم سامي كان هنا جبد صدر فرخة، اتخلصت من الجلد والجناح موجود فيها بس الحتة ديت، فهحط فيها جبنة، وزي ما احنا شايفين الصدر نفسه كانت في اتصال بتقول اللي هي القطعة ديت اللي هي اسمها بيبقى تندر لوين، فبجيب الصدر وافتحه. انا عايز احشي الصدر ده بالجبنه، فبحط الجبنه هنا واحطها واخبيها جوه علشان ما تسحش. يعني الجبنه دلوقتي محميه من الجنب دوت باللحمه. نعمل واحده ثانيه وباخد بجيب الجبنه اللي هي تاخد وقت في التسويه شويه تبقى مفتوحه هنا، هو زي جيب، وبجيب قطعه من الديك الرومي وبحطها زي سندوتش. يبقى انا قفلت على الجبنه جوه. ناخدهم دول هنا اهو، ديت محتاجه بس العظمه تتنضف شويه لغايه لما ما يبقاش فيه اي لحمه ظاهره فيها. نجيب صاج هنا وبحط دول هنا اهوت في قلب الصاج عشان ادخلهم الفرن. يبقى دلوقتي عندي الفراخ اللي انا عملتها، بتخلص من دول وكمان بتخلص من قطاعه. يعني لو استعملت القطاعه ديت للفراخ بشيل القطاعه ديت وعندي قطاعه ثانيه علشان اقطع عليها الفراخ المستويه. يبقى نتخلص من القطعة دي وبعدين بنحط الفراخ ديت في الفرن. لما بتطلع الفراخ ده بيكون الشكل بتاعها، يعني ديت بتستوي ممكن اسيبها تبرد شوية، وفي نفس الوقت بجيب لها حاجة احطها معاها. احنا بنقول احنا بنعمل بوفيه او بنعمل اكل نحطه عندنا عشان في ضيوف ممكن يجوا بدري يجوا متأخر، انا عايز اجهز اكلي واخليه على جنب. فبجيب قطعة الفراخ ديت نحطها على القطعة الجديدة وبنحط عليها ممكن شوية مرقة صغيرين، واستعمل سكينة تانية خالص غير السكينة اللي أنا استعملتها للحمة أو للفراخ. نقطع قطع الفراخ كده هون، فبيبان الحشو جواها، بيبقى اللي هو الرومي والحتة ديت حشية أو حيشة الجبنة، ودول أخدهم على أساس أرصهم وممكن أحطهم تاني في قلب الفرن. قطع الدجاج اللي عملتها عامل مثلا 4، وانا بقول ممكن لعشرة او 12 لان مش هعمل 12 قطعة من ديت لكل واحد، لا كل واحد ممكن ياخد قطعة من هنا، قطعة من اللحمة اللي احنا هنعملها ونوريها لكم شكلها ايه، ممكن ياخد قطعة من الجمبري او حاجة من الحاجات اللي هي الفيجيتيريان، يعني مش كل حاجة لازم تكون فيها لحوم. بنقطع ديت ونحطها كده اهو، واخر حاجة بضيفها هنا بتكون الصلصة اللي هي بتاعة الخردل اللي احنا عملناها سوا، وحطيت عليها شوية كريمة، يعني مش لازم احطها بقى على النار، وبحط شويه صغيرين لان بتبقى طعمها قوي شويه. فده بيكون طبق جاهز هحطه مع الحاجات اللي احنا عملناها، وفي نفس الوقت المشروم هنا هوت تقريبا شبه استوى، بس هنشوف موضوع اللحمه اللي هي في الفرن فاضل عليها قد ايه. عبال لما ناخد فاصل سريع وهنرجع هيكون المشروم مع اللحمه استوت. نشوفكم على خير ونكمل معاكم ان شاء الله. دلوقتي الموضوع بتاع حلقتنا بنقول ان احنا بنعمل حفلة او عازمين عزومة، بحاول اعمل اكل مختلف منوع عشان اراضي كل الاذواق. فابتدينا بالبحريات، عملنا هنا جمبري، وفي نفس الوقت عملت نودل، يعني في نفس المكان حطيت شوية من المكرونة وقلت ان دوت علشان ما يلزقش بحطها في اخر لحظة، يعني بعد ما بحطها حتى احنا عاملينها من فترة، ولغاية دلوقتي لسه الموضوع بتاع النودل لسه مش معجنة وممكن تقعد على كده طالما انا حاطط صوص كفاية. وعملنا الفراخ حشيناها من جوه بالجبنة وبلحمة باردة، واللحمة اللي هي اللحمة البقري فتحنا الفيليه وحطينا في قلبيه شوية من السبانخ، ومع السبانخ حطينا جبنة مدخنة، فدي بتاخد طعم ونكهة مختلف. مش لازم اعمل لها صلصة، بس باجي نهوت بنفتح اللحمة بنشوف لون السبانخ المحطوط واللون كمان بتاع الجبنة،
والجبنه اللي استعملتها جبنه مدخنه فبتاخد وقت في قبل ما تسيح. فعشان اراعي الالوان في كل حاجه بعملها هعمل ايه؟ جبت مشروم وقلت ان انا مش لازم اخبي الحاجه الجميله اللي انا عاملها، فبجيب المشروم مع البصل ويبقى هو دوت جزء من الطبق صلصه احطها هنا، وبعدين باجي ارص قطع اللحمه عليها، يبقى مش هغطي اللحمه بصلصه لان الصلصه بعض الاحيان بتدي طعم، بتكسب يعني الطبق طعم كويس، بس في نفس الوقت في ناس بتستعملها انها تغطي عيوب الاكل بتعمله، لكن احنا اكلنا ما فيهوش عيوب، فهنخلي هنا الصلصه من تحت وشويه صغيرين هنا من البقدونس اللي هو بيبقى جوه. فيبقى عندنا هنا الاطباق الرئيسيه اللي هي ممكن يكون عباره عن جمبري او عباره عن دجاج او توافيق وتباديل، ممكن تغيروا حاجه بحاجه تانية، ونبتدي نعمل حاجات جانبيه زي الرز. الرز ممكن يكون جانبي بس ما استعملش رز كتير، يعني يكون الرز كميه بالمقارنه للخضار. جيب شويه هنا من الزيت، بحط زيت بكفايه بزياده لان عايز احمر فيه بتنجان، يعني قطعه من البتنجان بكون جايبها حاططها في قلب ميه بملح، اتخلص من الميه والملح اشيلهم، وبعد كده نحمر البتنجان اللي هو في قلب الزيت. استعمل شويه من زيت الذره ومعاهم شويه من البصل، كميه بصل كميه بتنجان، نقلبهم مع بعض، بسيب دول يتبلوا شويه، محتاج ان انا ادبلهم قبل ما اضيف بقيه المكونات. هيكون طماطم وهيكون عندي نعناع وشويه من الكزبره. قبل ما دول يستووا شويه هنعمل جنبهم حاجتين، طبق من السلطه او الصلصه. قبل ما نلبس الجوانتي ممكن نعمل الصلصه هنا بسرعه، بحط شويه من النعناع الناشف جوه الصلصه، وبحط معاهم شويه ملح وفلفل، شويه ملح وشويه فلفل، نقلبهم هنا. ولما اجي اقدم دول يعني بعملهم قبلها بشويه يتشرب او ياخد طعم النعناع، هحط معاهم بقيه المكونات هنا، الزبيب وعين الجمل والنعناع الطازه. يبقى دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي انا براعي لما ببقى عازم حد، ان مش كل حاجه ما عنديش فران تقضي كل ده، فممكن اجيب خضار اكون مسويه قبلها. الخضار عباره عن هنا بروكلي بكون جايبه مسويه يعني مستوي قبلها، بحطه هنا هوت وهو مسلوق، بعد ما بسلقه في ميه بتغلي بحطه في شويه صغيرين من الميه المتلجه، وراعي توزيع الالوان. اجيب شويه هنا من الجزر برده متقطع ومسلوق، نحطه هنا يفصل لونين الاخضر والاصفر، وطالما هو مستوي مش محتاج اسويه تاني او احطه في الفرن مره كمان. واخر حاجه بجيب هنا شويه من الكوسه الصفراء مع الكوسه الخضراء، احطهم كده، وما عنديش وقت بخلي ده اخر لحظه قبل ما ابتدي اعمل اقول ان انا الاكل المفروض يتقدم خلال نص ساعه. بحط شويه هنا من الملح، شويه صغيرين من الملح مش كتير، وشويه صغيرين من الفلفل، ولو عايز اتبله او بهاره ممكن نحط له حبه ثوم صغيرين. يبقى كل دوت بحطه في اخر لحظه، ومعاهم شويه صغيره هنا من الزبده، قطع زبده ننزلها هنا اهو. يعني سوتيه مش لازم ارجعه على النار تاني، ممكن على الحراره بتاعه الطبق اللي انا بسويه فيه او اللي هي زي ما بيسموها الشيفنج ديش اللي بيبقى على البخار، ممكن دي تستوي، يبقى دوت ممكن يكون طبق خضار. هنا البتنجان شبه دبل شويه، نبتدي نسويه بقى، عايزه يدبل اكتر، يعني بعد ما حمرته شويه هنا اهو بحط له طماطم، قطع طماطم مع شويه صغيرين من الصلصه، نقلبهم مع بعض. دول اللي عايز اتبلهم بملح وفلفل عشان هم دول اللي الرز هيتشربهم. وناخد اتصال. الو الو. ايوه السلام عليكم. سلام يا اختم اسامه، ازاي حضرتك؟ الله يبارك فيكم. امبارح كان الاتصال قطع معلش. اسفين معذره. لا كده بس انا عيد ميلاد ولدي بكره، وبس يعني عامل لي تورته كده بيها، بس يعني لو سمحت يعني. اسمه ايه؟ اسمه اسامه. يا ما شاء الله اسم جميل. الله يبارك فيك. وبعدين ثاني يعني اكثر حاجه عملتها وحلوه في سنه 2010 كانت فطيره مشلتت. فطيره ايه؟ الفطيره المشلتت. الفطير المشلتت، جربت الفطير المشلتت ونجح معاكي؟ نجح والله الحمد لله. كلتيه مع ايه؟
والله مع العسل. كلتي مع العسل، طب ده احلى حاجه. طب ده والله كويس، لان الفطير المشلتت من الحاجات الصعبه، وفي ناس كتيره كان في خلاف عليها. جالنا اتصال من المانيا قالوا ما بنحطش فيه خميره، في ايطاليا قالوا بنحط خميره. على كل الاحوال اتمنى ان انت جربتيه، وزي ما قلت حضرتك ام اسامه قالت انها جربته ونفع. ثاني بس دارا ناي. نعم. هل انا بس اسال ان الشبت هل ممكن نعمله مثلا زي طبيخ ولا حاجه زي دي؟ الشبت ولا قصدك السمك؟ انا سمعتها ايه؟ يعني الشبت، يعني هنا في السودان بنقول شمار، يعني اللي هو الشمار، الشمار الكبير. اي بيطبخ طبعا، ممكن يتقطع. انا هحاول اجيب النهارده شمار واحطه بكره في الحفله بتاعتنا. بكره هيكون اكل بارد، ممكن يتاكل سخن ممكن يتاكل بارد. لا ان شاء الله ممكن اوري حضرتك طريقه او اتنين بكره باذن الله من الشمار ونستعمله في الاكل. وبالمناسبه مش عشان هي اسمها ابنها اسمه اسامه هنعمل له كيكه، احنا كنا مقررين نعمل كيكه بس هنزودها شويه لعيد ميلاده بكره، وكل سنه وهو طيب وكل اللي بيتفرجوا علينا. انا عملت هنا ممكن للي بياكلوا خضار ممكن ما تحطوش رز، خدوا دوت وقدموه زي ما هو. انا ممكن اكله كده، احطه على مكرونه اكله باي طريقه، او بحط عليه شويه مرقه صغيرين، مرقه خضار، وبعدين نحط عليه رز، يبقى دوت عندي بقى طبق جانبي بالنشويات. بس كميه الخضار اللي فيه اكتر من النشويات، يعني الخضار اكتر من الرز، ومش هغطيه لان انا عايزه يتبخر. والرز اللي بعمله كده كان نص سوا، لان عايز اسوي بقيه الرز ينوت عشان يتشرب وياخد بقيه الطعم والنكهه من هنا اهوت. واخر حاجه هبقى اضيفها الكزبره والنعناع، لان دول لو حطيتهم دلوقتي هيتهروا، فانا عايز احطهم هنا اهوت واخلي الطبق اللي احطه فيه. يبقى كل الاطباق اللي بنحطها هنا بنجهزها على اساس قلنا بنعمل منها بوفيه، الا هيكون هنا طبق بس بارد من الزبادي، هيكون صلصه ممكن اضيفها على حاجات تانية من الحاجات اللي هي موجوده عندنا. من الحاجات اللي احنا نعملها البحريات، في سمك كاليماري وجمبري، قطع صغيرة بحط عليها البهارات بتاعتها، شوية كمون وشوية كركم، ممكن نتبلهم كلهم اللي هو مع بعض، شوية صغيرة من الملح، شوية فلفل، بتحط كل دول مع بعضه. ودول هاخدهم على أساس أحمرهم أو أقليهم في القلاية. نولع هنا على الطاسة، ممكن ناخد لهم طاسة عندهم ونرجعها تاني. شوية زيت صغيرين، ودول هيبقوا الحشوة، بس نحط الحاجة هنا ونرجعها تاني هناك. مش هحط معاهم بصل، مش هحط معاهم اي حاجة، يعني هم كل القطع الكاليماري مع قطع السمك زي ما هي قطع السمك فيليه، بتحطوا كل دول. ممكن نحط عليهم شوية صغيرين من المية او شوية صغيرين من المرقة، ترجعهم هنا على النار. بس دول بحاول احط معاهم غطا او اغطيهم علشان يستووا ويتهروا بعد ما باخدهم اسويهم. لو عندكم نوع من الاسماك متبقي ممكن تاخدوه هو وتستعملوه على اساس استعمله لحشو هنا. الحشو اللي هستعملها او هحطه مع دوت هيكون طماطم، فبجيب قطع طماطم او طماطم صحيحه وافضيها. نجيب هنا حاجه نفضي بيها، في طماطم خضراء لقيناها في السوق فبتبقى حاجه ظريفه ان انا استعملها. افضي الطماطم، واللي بفضيه دوت ما برمهوش، ده هيكون جزء من الحشو. ناخد الطماطم الخضراء وناخد الطماطم الحمراء، نعملها الطريقه ديت، نفضي جزء كبير منها. وباخد دوت والسمك اللي انا عملته هو ده، بيكون شكله بيكون مستوي. نقطع قطع الطماطم في قلبي، نقطعها جوه، نقطعها قطع صغيره. لو عايزين تضيفوا بصل ثوم ممكن تضيفه، بس خلينا نبعد عن الحاجات ديت. ممكن نعملها بحاجات مميزه زي شويه من الليمون المخلل، شويه من الريحان، شويه صغيرين ونخل شويه نزوق بيهم، شويه من البقدونس. نحط كل دول، لو ما كنتش متبلهم ممكن اضيف دلوقتي تتبيله عليهم من الملح والفلفل، او احط عليهم شويه صغيرين من زيت الزيتون وعصير الليمون. دي حاجه تبقى حاجات من الحاجات المناسبه للاكل. نشيل كل حاجه هنا اهوت، نبتدي نحشي الطماطم ديت. نحط شويه من الحشو، ممكن استعمل ايدي هنا اهو. اتاكد ان ديت مش هسويها، يعني مش هدخلها الفرن تستوي، لكن زي ما عملت مع الخضار بجيب الطبق الخاص فيه نحطها هنا اهو، ونملا الطبق اللي هو هنحطها فيه. ولو اتبقى شويه من الحشو ده بحطه حواليها، يبقى عندي واحده خضراء واحده حمراء. لو لقيته الطماطم كده هو تبقى يا دوبك دبلانه شويه، يعني باخدها واحطها برده تسخن، وبيكون دوت سواها، يعني تستوي على نار هاديه، او احطها بس تدفى، مش محتاج ان انا اسويها، عايزه تبقى مصحصحه زي ما بقول تملي وماسكه نفسها. يبقى عندي واحده خضراء واحده حمراء، وحاشين
كم واحدة قبلها من كده اهو، واللي اتبقى من الحشو هحطه ما بينهم، يعني هنا اهو نحطه ما بينهم كده اهو. وديت ممكن بشوية صغيرين من زيت الزيتون، ناخد شوية زيت زيتون وعصير ليمون نحطهم عليها، شوية صغيرين كده اهو زيت زيتون، يبقى شبه البوفيه اللي عاملينه جهز. يعني الطماطم مع الخضار دول احطهم مع الحرارة، الزبدة هتدوب، وديت هتجيب لها طبق بارد احطه واقدمها وازينها. الرز استوى بطفي عليه، خلاص كل حاجة اتشربت فيه. يعني دلوقتي الرز زي ما احنا شايفين كل دوت استوى، يعني كنت مزود الصلصة فيه وهو اتشرب كل حاجة. فباجي هنا ناخدها بالطريقة دي ونحطها في الطبق. يبقى انا ممكن اعمل حفلة لو كل حاجة جاهزة عندي تقريبا، وقبل بس ما بيجوا الضيوف ببتدي احطه. يبقى نحط ده كده اهو، ونحط شوية من النعناع، شوية من الكزبرة، واكيد هيبقى في حلقتنا النهاردة في حلو، بس ده هيكون بعد الفاصل لما نشوفكم ونكمل معاكم ان شاء الله. ده احنا بنتكلم على اننا ازاي ابتدينا من هنا من حوالي 45 دقيقة ازاي نعمل حلقة او حفلة والاكل بتاعنا هيكون سخن. فبالتالي بجيب الخضار، بجهز كل حاجة. يعني مش بقول ان كل دوت خد مني وقت، قد ايه خد مننا وقت، بس حضرناه. ما عندكوش مكان في التلاجة حطوه على جنب في اكياس، وساعة لما بتيجي تحطوهم زي ما عملنا الخضار بحطوهم في الاخر وتضيفوا عليهم شوية من الزبدة، او على سبيل المثال الزبادي، قلنا نعمل الزبادي في الاخر بزينه. فبجيب هنا شوية صغيرة من الزبيب نحطه هنا للتزيين. حطيت معاه من جوه شوية نعناع ناشف، فهخلي شوية من النعناع الطازة يبقى عليه من فوق. يبقى عندي دلوقتي نعناع ناشف ونعناع طازة جوه سلطة الزبادي اللي خليتها عشان لو حد محبش صلصة الماسترد او الخردل اللي احنا عملناها، وممكن تتحط مع، يعني ممكن دي تتحط مع الدجاج مع اللحمة، ممكن تاكلوها لوحدها. فالحاجات اللي بنعملها عبارة عن حفلات. الحفلات دي كانت ألفة من تونس بتقول ان انا عايزة اعمل حفلات، وانتوا عملتوا حاجات من سنة 2004 و2005، فياريت تعملوا الحاجات دي تاني. فاحنا بنعملها بطريقة مختلفة، وفي نفس الوقت عشان برضو انت طلبت الحاجات دي هنحطها على الفي او دي، وبالتالي ممكن تشوفيها في اي وقت يتناسب معك. هنا هو تهاجي، هنا بحط شوية من السكر على اساس هعمل، ممكن الطبق ده هيكون من الفاكهة، حسب الفاكهة اللي موجودة بس تستحمل الطهر. الفاكهة اللي هستعملها هيكون تفاح، فبنجيب هنا عبالة ما ديت تبتدي، انا سخنت الطاسة شوية وسبتها على اساس عبالة ما تبتدي تسيح بنستعمل تفاح يستحمل الطهي شوية. فبجيب تفاح اخضر بنقشره، وبعدين هو دوت اللي باخده وقطعه، بس واحنا بنقطعه بنحطه في قلب ميه، يعني ان انا شويه ميه مع عصير ليمون عشان لونه ما يغيرش، وفي نفس الوقت عايز اطبخه ممكن استعمل خوخ لو حابب. الخوخ برضو بيستحمل، كمثرى ممكن تستحمل، كل الحاجات ديت ممكن تستحمل الطهي. نحطها هنا اهو، وبجيب قطع التفاح، خلي برضو عينينا هنا على الكراميل، كل شويه بس نقلبها، واتاكد ان التفاح نفسه بعد ما بقشره بتخلص من الجزء اللي جوه اللي هو القلب دوت، بشيل القلب، وبعد كده بناخد ديت ونقطعها على اساس دي تبقى القطع اللي ممكن اسويها جوه الكراميل اللي احنا عاملينه. نقطعها بالطريقه دي كده اهو، قطع صغيره. لو ما عنديش، لو هتسويها في ساعتها مش محتاج احطها في حاجه، مش هسويها في ساعتها، يبقى بجيب ميه وبحط فيها عصير ليمون علشان ما يغيرش لونها وما تاكسدش. نفس الوقت هنا الكراميل اللي جهزت هو عباره عن سكر بس حطيته، ما حطيتش حاجه تانيه معاه. وبعدين باجي هنا اهوت نحط الكراميل ومعاه التفاح، نحط هنا تفاح هنا اهو مع الكراميل. ممكن نحط شويه كريمه لو عايز، ممكن احط شويه صغيره من الزبدة لو حابب، لكن احنا عايزين نعملها كخلطة. نقلبها شوية كده، ودوت هيكون الاساس للخليط اللي احنا هنعمله من حاجات زي ما قلنا ان انا براعي مش بس تعدد الاطباق اللي احنا بنعملها، لا براعي كمان ان يكون اسعارها مناسبة. يعني ايه اسعارها مناسبة؟ ان التفاح
ممكن يكون غالي في حتت، ممكن يكون رخيص، بستعمل تفاح اخضر، ممكن استعمل نوع فاكهه تاني تستحمل النار، يبقى حطيت سكر وتفاح. والحاجه التانيه ممكن استعملها ممكن يكون بس بسكوت، يعني ممكن اجيب بسكوت مسكر، مش هستعمل بسكوت مالح، ممكن ده اكسره بالطريقه ديت، بجيبه هنا واكسره يا دوب بس افركه كده عشان يبقى ناشف شويه، او عندي اطفال اخليهم يساعدوني يتكسر في قلب كيس بلاستيك، بيبقى دوت حاجه برده من الحاجات الظريفه اللي هو ممكن نطلع غلنا فيها، بس نفركه كده اهو، وبعدين احطها بالطريقه ديت، ويبقى دوت ممكن الحشو او الخلطه اللي انا استعملها مع الزبده والسكر. يعني بعد ما نطحنه بالطريقه دي هحط شويه صغيره من السكر، والسكر استعمله بني، وبعدين هحط عليهم زبده. على لما اخلط دوت ويكون التفاح دبل شويه هناخد اتصال. الو 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 الو، اهلا يا فاطمه، اتفضلي. الحمد لله. استسمحك بس وطي صوت التلفزيون شويه. ايوه شكرا. بس لو سمحت كنت عايز اسالك من وصفه للمشبك. عايزه وصفه للمشبك؟ ايوه. حاضر. طيب حاضر نعمله ان شاء الله، نعمله ممكن نعمله مش عارف نقدر نعمله الاسبوع الجاي ولا لا، لكن ممكن اديك الوصفه ان شاء الله، بديك الوصفه بكره باذن الله، ونبقى نحاول نعمله في يوم من الايام، لان احنا فعلا بقالنا كتير جدا ما عملناش مشبك. تحت امرك يا فاطمه. بالنسبة للمشبك في أكتر من طريقة بتتعمل بيه، يعني المشبك بيبقى بتعمل في بتقلي في النار، ليه طريقة معينة مميزة بحاجة زي القمعة بتتحط في قلب النار أو الزيت وهو سخن، فبيدي الشكل إن هو بيشبك في بعضه، بيبقى عامل زي الشباك. وفي حاجة قريبة منه بس بعجينة تانية خالص اللي اسمها الشباكية، بس دي أكلة مغربي بتتعمل بعجينة بتتفرد، والعجينة نفسها بتتقطع لف على اساس انها شباك. اثناء ما فاطمه كانت بتسال على موضوع المشبك، انا جبت هنا الزبده مع السكر، سكر بني، والبسكوت، وببتدي افركهم بايدي، يعني اتاكد ان انا بفركهم على اساس ان دول بيبقوا قطع. لو حسيت ان انا محتاج سكر زياده بزود، محتاج زبده بزود، محتاج بسكوت بزود. فدي بتبقى حاجه مناسبه للشتاء، ظريفه وسهله في عمايلها وتقديمها، وممكن تتعمل وتتساب. يعني ممكن احط دوت في قلب التلاجة على جنب، مش محتاج ان انا استعمله في اخر لحظة، او احطه في كيس واسيبه في المطبخ. يبقى عندي التفاح الطبخ شبه نص سوا، وبعدين بجيب الطبق اللي هحطه فيه، ونبتدي نغرفه هنا، بنحط شوية هنا من التفاح مع الصلصة، قلنا ممكن اتخيل ان ده مشمش لو عايزين، او خوخ، والصلصة اللي هي الكراميل هنا. وعلشان دوت يتقدم ويبقى ظريف، بعمل التفاح اخر لحظه، مش محتاج اعمله واسيبه يبرد وبعدين اعمله تاني، لا بعمله وبعدين ابتدي ارصه عليه اللي هو الكرامب، اللي هو ممكن تكون فتافيت من الكيك. يعني ممكن اجيب قطع كيك واحطها اسيبها تنشف زي ما بنشف التوست، وبعدين نكسرها ونحطها عليه. كل ده بيتحط على بعضه هنا، ودوت بيدخل الفرن. يعني دوت باخده وادخله الفرن، بيقعد اليوم دوت ان هوت بيقولوا لي ان في اتصالات كتيره، فما اعرفش اذا كان في الاتصالات فيها اسعار مخصوصه ولا لا، بس خلينا نسال ونشوف. الو. لا اتقطع، مش هنقول بقى كان الاتصال منين. على كل الاحوال هنا هوت العجينه اللي انا عملتها ديت، البسكوت وشويه من الزبده مع شويه من السكر، بدخلهم الفرن لغايه لما يتشربوا، وبيبقى ده فكره بتاعه الكابلر. فبتبقى من جوه فيها التفاح، فيها الصلصه يعني لسه مبلوله، ومن فوق بتبقى ناشفه فبتبقى سخنه. فالظريف ان انا ممكن اقدمها ديت مع حاجه بارده، ونزينها بشويه صغيرين هنا، ناخد شويه قرفه مع شويه صغيره هنا من السكر البودره، نحطهم عليها قبل ما بقدمها. وفي تفاح لقيته صغير دوت، مش كريز، ده تفاح صغير اللي هو تشيري ابل، فاجيبه هنا هوت ونحطه في الاخر قبل ما نيجي نقدمه، ممكن يكون بارد وممكن يكون سخن. نحط كل دول هنا هوت جنب بعض، ونحط دي بالطريقه ديت. فديت لو حبيت القرفه اللي انا حطيتها ممكن تكون هي نفسها، يعني النوع اللي انا مقدمه
يكون قرفة مع شوية سكر أو أحط قرفة مع الكراميل، أو لو حابب ممكن يكون القرفة مع الآيس كريم نفسه. نحطها هنا اهوت زي ما قلت، كل دول تبقى حاجات سخنة. نرجع التفاح تاني زي ما كان، وبتبقى في الحلقة ديت البوفيه بتاعنا اللي احنا ابتديناه فيه الحاجات الباردة آيس كريم مع التفاح اللي هو سخن. ممكن يكون السخن دوت أصلا مش ممكن يكون خوخ، ممكن فاكهة لو حد مش عايز يعمل بسبوسة زي اللي عملناها امبارح ممكن ياخدها كده. قبل ما نستعرض الأكل هنا بنقول إن احنا خلال الحلقات اللي احنا بنعملها عملنا حلقة مميزة الأسبوع اللي فات كانت من تايلاند، وكان الرحلة اللي احنا عملناها لتايلاند كان فيها كذا مكان. ابتديناهم من شانغ ماي، وبعد كده نزلنا على بوكيت، وبعدين رحنا بانكوك. بانكوك كانت الحلقة بتاعت الأسبوع اللي فات، وكان فيها أكلات مميزة ومدارس لتعليم الأكل. أما الأسبوع ده إن شاء الله هنكون في بانكوك برضو، هناخدكم في رحلة للسوق اللي هو بيتباع فيه يوم سوق السبت والحد، وإيه الفرق بينه وبين الأسواق اللي موجودة عندنا، وهتكون فيها تميز. أما يوم الحد بناء على طلبكم الحلقات اللي احنا عملنا فيها حفلات وعايزين حاجة زي كده، هيكون في حلقة فيها بط هنعملها بالبرتقال، وبنعمل مراكب فيها بالبطاطا وخرشوف محشي، وهنعمل ترافل، نوع ترايفل اللي هو حلو سهل وسريع. وهتكون ان شاء الله يوم الاسبوع الجاي هنعمل حفلات اكل بارد اكل سخن. بكره هتكون اكل بارد بوفيه كبير، والاسبوع الجاي هيكون زي اوردرز وكنابيز. لكن النهارده احنا ابتدينا مع بعض وعملنا الجمبري اللي هو سويت اند ساور، سهله الصلصه عملناها سريعه، وعملنا معاها النودل بنفس الفكره، بنفس فكره الصلصه نفسها، ممكن تقدم مع رز لو حبيته. وبعد كده حطينا جنب دول الخضار اللي هو خضار كان مسلوق، حطيناه في قلب اكياس وشيلناه في قلب الثلاجه. قبل ما يجوا الضيوف حطيناه في شيفينج ديش زي ما بنقول، وشويه زبده مع الثوم ملح وفلفل. نفس الفكره بالنسبه لحشو الطماطم، لكن حشو الطماطم عشان اقدمه كده بيبقى دافي شويه، اتاكد ان الاكل اللي حطه جواه مستوي سوى كامل عشان تكاثر البكتيريا. درجه الحراره مهمه جدا فاراعي الموضوع ده، واستخدمت طماطم خضراء وطماطم حمراء. الدجاج بيسموه كوردون بلو، نوع الكوردون بلو بيبقى عباره عن صدر دجاج محشي فيها اللي هو التركي هام، وجواها اللي هو الجبنه السويسري او الامنثال، بيتحط بانيه دقيق وبيض وبقسماط. لكن انا ما حطيتش دقيقه وبيض وبقسماط، حطيته زي ما هو كده وسويته، وبعدين قطعته وحطيته على سبانخ، حتى السبانخ او السلق ما سويتوش، هو بيدبل من نفسه. والصلصه جنبيه ممكن الخردل اللي هي كانت اخت مراس قالت لنا عليها، او صلصه الزبادي اللي انا حطيت عليها نعناع، شويه من عين الجمل وشويه زبيب. يبقى دول ممكن يتقدموا بارده مع اكل يكون سخن. يبقى ديت ممكن دي تتقدم مع ديت، او تتقدم مع اللحمه. اللحمه نفس الشيء، حطيت تحتها المشروم، مش لازم اغطيها، كان شكلها ظريف، لحمه محطوط حواليها سبانخ، وجوه السبانخ الجبنه، والجبنه كانت اللي هي سموكد اللي هي الجبنه المدخنه. فديت كانت اللحمه او الطبق الرئيسي اللي جنب الرز. اتمنى انا شرحت كل حاجه باستفاضة وأنا بطبخها وأنا بقدمها، وأتمنى نشوفكم بكرة. وقبل ما أسيبكم أتمنى لكم ألف تحية وألف سلام.